تقبل درع الأكاديمية تقديرا لدعمكم للبحث العلمي في مصر. وبهذه المناسبة يتفضل السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنح وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى لكل من: أولاً الفائزين بجوائز النيل في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2012: أولاً الأستاذ الدكتور عبد الشافي فهمي عبادة خليل، أستاذ متفرغ بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر. اسم المرحوم الأستاذ الدكتور حامد محمود أرناؤوط، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة، تتسلم عنه كريمة الدكتورة هبة حامد أرناؤوط. الأستاذ الدكتور عبد الهادي حسين حسني، أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة عين شمس. ثانياً الفائزين بجوائز النيل في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2013: الأستاذ الدكتور جلال الدين حمزة الجميعي، أستاذ متفرغ بكلية العلوم جامعة حلوان. الأستاذ الدكتور محمود إمام نصر، أستاذ بمعهد بحوث الهندسة الوراثية جامعة مدينة السادات. الأستاذة الدكتورة فاطمة عبد الحميد الجهري، أستاذ متفرغ بالمركز القومي للبحوث. ثالثاً الفائزين بجوائز الدولة التقديرية في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2012: الأستاذ الدكتور محمود الباز يونس، أستاذ متفرغ بكلية العلوم جامعة المنصورة. الأستاذ الدكتور بدوي عبد الرحيم أبو عوض، أستاذ متفرغ بالمركز القومي للبحوث. الأستاذ الدكتور إبراهيم مصطفى إبراهيم، أستاذ بمعهد تيودور بالهارس للبحوث. الأستاذ الدكتور عبد الله محمود خليل سالم، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة. الأستاذ الدكتور حسين محمد حسن عباس، أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة الأزهر. الأستاذ الدكتور أحمد نعيم عبد اللطيف، أستاذ غير متفرغ بالمركز القومي للبحوث، تتسلم عنه حرمه السيدة عصمت محمد عبد الحكيم. الأستاذ الدكتور صلاح عبد الغني أبو العنين، أستاذ متفرغ بكلية العلوم جامعة عين شمس. الأستاذ الدكتور عبد الغني محمد عبد الغني الجندي، أستاذ متفرغ بكلية الزراعة جامعة عين شمس.
الأستاذ الدكتور حسام محمد كامل محمود رئيس جامعة القاهرة سابقا. الأستاذة الدكتورة سميحة محمود جويش أستاذ متفرغ بالمركز القومي للبحوث. رابعاً الفائزين بجوائز الدولة التقديرية في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2013، الأستاذ الدكتور محمد صبري أحمد عبد المطلب أستاذ متفرغ بكلية العلوم جامعة عين شمس. الأستاذ الدكتور محمد عبد العزيز زاهر أستاذ متفرغ بكلية الزراعة جامعة القاهرة. الأستاذة الدكتورة مؤمنة عبد الوهاب أحمد كامل أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة. الأستاذ الدكتور محمد حسن طلعت أستاذ متفرغ بكلية العلوم جامعة عين شمس. الأستاذ الدكتور محمد الحسيني عبد السلام حسن أستاذ متفرغ بالمركز القومي للبحوث. الأستاذ الدكتور رضوان صدقي فرج أستاذ متفرغ بكلية الزراعة جامعة القاهرة. الأستاذ الدكتور محمد شريف عمر عبد الرحمن أستاذ متفرغ بالمعهد القومي للأورام. الأستاذ الدكتور يحيى أحمد بهي الدين أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة القاهرة وحالياً عميد كلية الهندسة بالجامعة البريطانية بالقاهرة.